يجب أن يكون السؤال دائماً: ماذا سآكل اليوم؟ وليس: هل سآكل اليوم؟ الطعام ليس رفاهية، إنه حق. يجب أن تكون الأطعمة المغذية متاحة دائماً في حقولنا وفي أسواقنا وعلى موائدنا لصالح الجميع. أراضينا في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي كانت خصبة ووفيرة ذات يوم تواجه تحديات كبيرة الآن: الصراع، التقلبات الاقتصادية، تغير المناخ. ولكن على الرغم من كل ذلك، يظل طعامنا شهادة على قدرتنا على الصمود وثقافتنا وإنسانيتنا المشتركة. يوم الأغذية العالمية، الطعام حق للجميع في كل مكان.